هو اللي ضربك برضه شبره ما يميل شرفط وشه كده. الوحده اللي تنضرب ده بعد سعادتك. ثبتني بالبطوه يا باشا وانا ماشي في حالي بجري على قوت عيالي، وفي لحظه صمت طلع عليا وفتح المطوه وعايز ياخد اللي معايا وانا معيش يا باشا. ايوه والدب اللي في دماغك ده نزف من مناخيرك. خلاص خلاص انت وهو. بقول لكم ايه؟ امشي من هنا عشان انا مش فاضلكم، ها؟ اللي هدخلكم الحجز واعمل لكم محضر واعرضكم على النيابه. انا اسف يا باشا انا مش هتنازل عن حقي، دخلنا الحجز تعرضنا على النيابه حق يا باشا. قوت قوت عيالي. خلاص خلاص يا شباب خلاص. بقول لك ايه؟ تعرف زيزو؟ زيزو؟ زيزو مين فيهم يا باشا؟ هكون مين فيهم؟ ده هتمثل فيلم، ده هكون انا يعني. اسف يا باشا اسف. سعادتك بعد اذنك انا عايز اخش الحجز ده بواحد ناس جوه. حاضر، هدخلك الحجز. افتحها يا فندم يا باشا. تفتشهم الاول وتعمل لهم محضر وترميهم في الحجز لغايه ما افضلهم. حاضر يا باشا. تعالى زيزو انا عايزك نبدأ. خليك انت. تعالى فتشوا الاول يا عم. استنى فتشك انت الاول.